موضوع الإشكالات الأمنية على الحدود اللبنانية السورية طغى على غيره من المواضيع الأنمائية والمعيشية التي بحثها أيضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع زواره في السراي. وفد تكتل نواب بعلبك الهرمل، وبعدما عرض مع ميقاتي أمورا ملحة بحاجة إليها المنطقة، تناول حادثة عرسال مبررا التصرف السوري. يعني احنا بنأسف اللي سمعناه امبارح، انه نحكي عن دبابتين لدولة شقيقة يمكن فاتوا بعض الأمتار، بينما في طيران إسرائيلي معادي يخترق الأجواء اللبنانية كل يوم، في أوقات خروقات برية، في أشخاص يستشهدون على الحدود من يعني رعاة أو من مواطنين، ولا نسمع أي تعليق. بعضنا يعني بعض اللبنانيين عم يسوي معاهدة التعاون والأخوة والتنسيق بين لبنان وسوريا الأمنية والقضائية والسياسية والاقتصادية. طلب بطرد السفيرة الأمريكية لتدخلها الغير معقول في أمورنا الداخلية أو حتى في تصريحاتها حول الوضع في سوريا. الدبابات السورية دخلت معتقدي أن منزلا ما كان بؤرة لتهريب السلاح أو نقطة لتهريب السلاح إلى داخل سوريا، فأقدمت على هذا العمل الأمني. نحن ما منأيده أبدا وما منأيد أي دخول لداخل الأراضي اللبنانية، ولكن لفتنا الانتباه لضرورة التعاون الأمني وضبط الحدود ومنع عمليات التهريب. وفد للمجلس الوطني للإعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ بحضور وزير الإعلام وليد الدعوق تطرق مع ميقاتي إلى موضوع تفعيل المجلس سواء بعمل قانوني أو بعمل إجرائي، وتطرق الوفد مع ميقاتي إلى موضوع المحكمة. بالنسبة للمحكمة حسب تقديري أنها ماشية سواء دفعنا أم لم ندفع، ولذلك هو يجد بأنه إذا دفعنا فإننا بذلك ندفع الضرر عن لبنان، لأن الكثيرين يتربصون بلبنان وبالمقاومة، وبالتالي لا يجوز أبدا أن يكون لبنان على تعارض مع المجتمع الدولي في هذا الظرف.